الجزء بتاع الاندبندنت ايفنتس، بس ده اللي كان باقي، وكان نبدا في شابتر 3 النهارده باذن الله. تعال نشوف الاول يعني ايه المصطلح بتاع اندبندنت ايه. لو عندنا A و B are independent events if and only if، يبقى الحدثين عندي بيكونوا independent لو كان احتمال A تقاطع B بيساوي احتمال الحدث الاول احتمال A في احتمال B. ده كده القانون الاساسي عشان يكون عندي حدثان مستقلان. بصوا عشان تبقى بس الامور واضحه في الجزء ده، احتمال التقاطع ده مش اول مره نكتب له قانون، دي المره الثالثه على فكره. احتمال التقاطع ليه ثلاث حالات. الحاله الاولانيه لو كانوا ايه، حدثان متباعدان. متباعدان يعني ديسجوينت، وبالتالي يبقى التقاطع بيساوي صفر على طول. عرفت ان عندك حدثان متباعدان يبقى تقاطعهم بيساوي، مش بقى حصل الضرب، بيساوي صفر. في قانون تاني خدناه المحاضره اللي فاتت كمان، اللي هو ايه بقى، لو الحدثان مالهم، لو الحدثان كانوا معتمدين، يعني لو معتمدين على بعض، يعني فيهم واحد معتمد على التاني، يبقى احتمال ايه بشرط بي في احتمال الشرط. يبقى ده لو كان ايه في، وقلنا بنضرب الايه المسار لو انتم فاكرين عشان نطلع النات. نيجي بقى للحاله الثالثه والاخيره، لو كان حدثان مستقلان فبالتالي يبقى احتمال ايه تقاطع بي بيساوي احتمال ايه في احتمال بي. يتبقى السؤال، يعني ايه حدثان مستقلان بقى؟ هما حدثان عند حدوث احدهما لا يؤثر على الاخر، دي معنى كلمه حدثان مستقلان. ما مش معناها حدثان متباعدان، لا، متباعدان ديت اللي هي ديسجوينت، ديت تقاطعهم بصفر ما بتساويش حاصل الضرب. حدثان عند حدوث احدهما لا يؤثر على الاخر، زي ايه مثلا؟ احتمال ان سيادتك تجيب امتياز في الماده، ده حدث اهو، وحدث تاني ان الدنيا تشتي على مدينه نيويورك. لو قلت لك ما هو احتمال ان انت تجيب في الماده جي بي اي 4 والدنيا تشتي على مدينه نيويورك في نفس يوم ظهور النتيجه، انت لو اتصلت بقريبك هناك وعرفت ان الدنيا بتشتي والنتيجه لسه على وشك تظهر، تقدر تقول لي انت جبت امتياز ولا لا؟ ما طب ولو انت جبت امتياز وما تعرفش الدنيا بتشتي هناك ولا لا، تعرف تقول لي بتشتي ولا لا؟ يبقى دول حدثان مستقلان. الحدثان المستقلان دايما بيبقى ايه، كانهم حدثين ببساطه كده ما لهمش علاقه ببعض، يبقى تقاطعهم بيساوي حصل ضربهم على طول. هتقول لي طب ما يا دكتور انت لو هما مش يعني هما مستقلين طب يبقى التقاطع بيساوي صفر. لا، هو التقاطع ممكن يحصل. يعني ايه التقاطع ممكن يحصل؟ هو انت ممكن تجيب امتياز او ما تجيبش، الدنيا تشتي على مدينه نيويورك او لا. ففي اربع حالات، يا الحاله الاولى مع الاولى، يا الاولى مع الثانيه، يا الثانيه مع الاولى، يا الثانيه مع الثانيه. ففي حاله ممكن تحصل فعلا ان الدنيا تشتي هناك وانت تجيب امتياز، ففي تقاطع. مين قال ان مفيش تقاطع؟ في تقاطع. يبقى الحدثان المستقلان في بينهم تقاطع، بس التقاطع لا يساوي صفر، بيساوي حاصل ضربه. ده كده ببساطه الحكايه اللي احنا لازم نعرفها. هنشرح لكم بقى مثالين موجودين في الكتاب، هم اخر مثالين موجودين. مثال سهل كده في الاول تفهموا بيه الموضوع، وبعد كده مثال تاني بقى ده يمثل الابلكيشن يعني عشان تستوعب بيه حاجه. تعال نروح لاكزامبل 16 صفحه 40. اكزامبل 16 بيج 40، وهو من الامثله الجيده يعني. If we have two urns the first، عندنا فيه باسكتين او سلتين، الاولانيه فيها الاولانيه فيها 4 وايت و3 ريد و2 بلو، يعني كلهم 9 ماربلز. ماربل يعني بليه، يعني عايز تقول كوره قول كوره، بس هي ماربل يعني بليه يعني. هوايل ذا سكند يرن كونتينز، الثانيه بقى دي الباسكت الاولى، الباسكت الثانيه فيها ايه؟ نشوف بقى المكونات بتاعتها، فيها 3 ابيض و2 احمر و5 ازرق. هي واضح ان كانت 5 2 اهي، بس يعني كانت واضحه يعني كانت باينه انها تحصل اهو في المسافه. يبقى كده ايه 3 و2 و5. If we draw one marble from H، يعني سحبنا من هنا واحدة وسحبنا من هنا واحدة، خلاص كده. طيب طيب هقولها لكم وانا بقول الحل احسن. Find the probability that the two marbles are، المطلوب الاولاني ما هو احتمال ان two marbles يكونوا الفيرست وايت، يعني الاولانية بيضة، and كلمة and يعني تقاطع، يبقى تقاطع. السكند از ريد، الثانية تكون ايه؟
حمرا. تعالوا نشوف كده هنحل دي ازاي. ولا اي حاجه عندك في تقاطع، فبتبدا تسال نفسك اسئله، هل الحدثين دول متباعدين؟ يعني الحاله دي عمرها ما تحصل؟ لو عمرها ما تحصل يبقى الاحتمال بيساوي صفر. هو الحقيقه انا لما اسحب من هنا واحده ومن هنا واحده فممكن يحصل ان تبقى بيضه وحمراء في نفس الوقت، لان انا عندي هنا ثلاث حالات ممكن يحصلوا وهنا ثلاث حالات. حاله منهم ان ممكن اللي بسحبها من هنا بالصدفه تكون بيضه في نفس الوقت اللي تكون دي حمراء، يبقى في تقاطع. يبقى هنا حد يقول ان مفيش تقاطع، ما ينفعش، لا في تقاطع. طيب بما ان في تقاطع بقى يبقى الحدثين يا اما مستقلين، ركزوا معايا، يا اما معتمدين. دايما اعرفك انا عايز اقول لك امتى تعرف ان الحدثان مستقلان وامتى تعرف ان الحدثان معتمدان. سهله على فكره، ما هياش كيمياء يعني. بتعمل ايه ببساطه؟ انسى الحدث ده اللي هو سحب الكره الثانيه، ركز مع الكره دي. انا سحبت الكره وطلع لونها احمر، والكره الثانيه سحبتها ومخبيها ورا ظهري، ممكن تقول لي لونها ايه؟ يبقى مستقلين. طب انا سحبت الكره الثانيه الاول وطلعت زرقاء بلو، ولسه بسحب الاولى وحاططها في جيبي اهو، تعرف تقول لي لونها ايه؟ ما تعرفش. وبالتالي يبقى الحدثين دول مش معتمدين. يبقى الاحداث المعتمده لما بيحصل حاجه بتؤثر. فاكرين مساله الشطرنج بتاعت المره اللي فاتت؟ لو بلاعب تايب 1 الفوز عليه 3/10، لو بلاعب تايب 2 لا يبقى الفوز عليه 4/10، دي معروفه اهو. لما تقول لي احتمال تفوز وانت لعبت تايب 1 دي 3/10، طب احتمال تفوز وانت لعبت تايب 2 دي 4/10. لكن هنا الحدثان دول مستقلان، عند حدوث احدهما لا يؤثر على الاخر، وبالتالي يبقى تقاطعهم يساوي حاصل ضربهم. على فكره لما بنعرف ان الحدثين مستقلين بتوفر علينا في المساله كتير. بتحاول المساله هايفه اخوك الصغير يحلها. ليه بقى؟ لانك ولا حاجه تقدر تجيب الاحتمال ده ببساطه وده ببساطه. احتمال ان انا اسحب كوره وتكون لونها ابيض، هنا هتطلع بتساوي كام؟ 4/9. في احتمال الكرة هنا تكون حمراء اللي هي طبعا العدد ده كله 10، لو انت جمعتهم هيطلعوا 10، يبقى في 2/10 اظن سهلة، هيطلع الناتج بيساوي 4/45. خليك طول الوقت كده مركز ان انت بتحسب احتمالات، فالاحتمالات ما ينفعش ان هي تطلع لا تحت الصفر ولا اكبر من الواحد. شوف المطلوب الثاني، المطلوب رقم بي، بيقول لك احتمال التو اوف ذا سيم كالر، احتمال ان الاثنين يكونوا نفس اللون. هو الحقيقه انا عندي 9 حالات، عندنا 9 حالات اللي هو ابيض 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 احمر ابيض ازرق احمر ابيض، فاهمين؟ 9 حالات. فهو عايز بقى الاحتمال ده ان الاثنين يكونوا نفس اللون. طب الاثنين يكونوا نفس اللون تبقى ايه يا شباب؟ احتمال الاثنين يكونوا ابيض، ها، او اللي هي اتحاد، الاثنين يكونوا احمر، او الاتحاد الاثنين يكونوا بلو. ركز معايا كده، ركز كده عشان المساله فيها حتتين حلوين. يعني انا عايزهم نفس اللون فيبقوا الاثنين ابيض، يا الاثنين احمر، يا الاثنين ازرق. الاتحاد دايما بيتحول لجمع، ركز معايا، الاثنين ابيض اور يبقى زائد احتمال الاثنين احمر زائد احتمال الاثنين بلو. دايما الاتحاد لو عندك الاحداث اللي موجوده عندك متباعده، الاحداث دي ما بيش بينها تقاطع، يبقى الاتحاد بيساوي مجموعهم. عندي 3 احداث متباعده، هل الاثنين ابيض والاثنين احمر والاثنين بلو احداث متباعده؟ الحقيقه ان هم متباعدين، لان انا لما سحبت الاثنين اهو، لو سحبت الاثنين لا يمكن يطلعوا في نفس الوقت الاثنين ابيض وفي نفس الوقت الاثنين احمر، لا يمكن. الحاله دي لو حصلت يبقى لا يمكن دي تحصل، ولو الحاله دي حصلت لا يمكن دي تحصل. لكن فكر بقى لما اكون بسحب الاثنين، لو دي ابيض ممكن تكون دي احمر او ابيض. عشان كده بنقول ايه؟ الاثنين ابيض والاثنين احمر والاثنين بلو دول احداث متباعده، وبالتالي الاتحاد يساوي الشكل ده. طب نيجي احتمال اثنين ابيض، احتمال اثنين ابيض معناها الاولى بيضه، ها، اند الثانيه بيضه، يبقى تقاطع. واللي بعدها تبقى احتمال الاولى حمراء اند اللي هي تقاطع الثانيه حمراء. بعد كده زائد احتمال الاولى بلو تقاطع الثانيه بلو. كده خلاص خلصت. والمساله دي كانت جميله ان هي بتديني اتحاد 3 احداث، وكل حدث منهم لوحده عباره عن تقاطع، والتقاطع هنا اندبندنت، وبما انه اندبندنت يبقى بيساوي حاصل الضرب. حاصل الضرب هنا يبقى احتمال الاولى بيضه هتساوي 4/9 في الثانيه بيضه اللي هي كام؟ 3/10 زائد اللي بعدها كام؟ 3/9. وهنا الابيض كام؟ الاحمر اسف 2/10 زائد اخر واحدة بقى اللي هي 2/9 مضروبة في اخر حاجة اللي هي 5/10. معك آلتك الحاسبة بقى ممكن تصفي وتطلع الناتج.
كويسه المطلوب ده. المطلوب رقم سي بصراحه في الكتاب سهل وانا هسيبه لك تقراه، بس هقول لك فكرته. يعني بيقول لك احتمال ان كره بيضاء وكره زرقاء، مش صعبه بتهيألي. كره بيضاء وكره زرقاء بدول كام حاله؟ دول حالتين، اللي هو ابيض ازرق او ازرق ايه، خلي بالك انا قلت او بالطبيعه كده، قلت او يعني اتحاد، يبقى دول حالتين هتجيب لهم اتحاد زي دول بالظبط، وكل حاله منهم لوحدها هي عباره عن تقاطع، وتجمع الحالتين بتهيألي سهله، اللي هي 4 على 9 في 5 على 10 زائد 2 على 9 في 3 على 10 تجمع وتخلص. المطلوب الرابع والاخير في المساله ديت هيعلمك حاجه مهمه، يعلمك مبدا في حياتك يعني، اللي هو المطلوب رقم دي. طب انا هحاول اكتبه هنا، يلا هحاول اعمله في المنطقه ديت عشان ما تغيرش اتجاه الكاميرا يعني. تعال نشوف كده المطلوب الاخير بيقول لك ايه، بس ركز لو سمحت. ذا فيرست، عايز احتمال الفيرست از وايت، ما هو احتمال الاولى بيضة. اف، كلمة اف يعني بشرط، اما حد يقول لك اف او جيفن ذات يعني بشرط، بشرط ان السكند از وايت. ده واحد بيقول لك انا عايز احتمال الاولى بيضة بس مشروطة ان لازم التانية كمان تكون بيضة. طيب هيقوم واحد يقول يا دكتور ايمن، طب بس في نقطة هنا فيها مشكلة، انت قلت ان السحبة الاولى والسحبة التانية مستقلين، طب هو ازاي يقول لي بشرط بقى؟ طب ما نسمع كلامه. هو الاحتمالات قلنا ما فيش حاجة اسمها مستحيل، في حاجة اسمها ان احنا عندنا قوانين هنطبق ونشوف هتوصلنا لايه. حد يقول لي كده، هو احتمال حاجة بشرط حاجة، مش خدنا القانون بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي احتمال الحدث ها الاول تقاطع الشرط، صح كده؟ على احتمال الشرط، مش ده القانون؟ على احتمال الشرط اللي هي التانية بيضة، مش احتمال ايه شرط بشرط بي يساوي احتمال تقاطعهم على احتمال الشرط. طيب نيجي هنا، التقاطع ده نوعه ايه بقى؟ مشروط. خلاص يبقى انا هقول ايه؟ يبقى إيه احتمال الاولى بيضة في احتمال التانية بيضة، ما هم احداث مستقلة، انا عارف ان هم مستقلين وهم كاتب كلمة اندبندنت. طيب وهنا في احتمال التانية ايه؟ لونها ابيض. نقوم نشيل ديت مع ديت، يوم يطلع لك الناتج ده بيساوي ايه في الاخر بقى؟ بيساوي احتمال الاولى بيضة. طب احتمال الاولى بيضة يساوي كام بقى؟ عندك اهو 4 على 9. ركز بقى، انت ساعات بتشرط حاجة، دي تعلمك حاجة. لو عندي حدث مشروط بشرط والشرط ده مستقل عنه اندبندنت اهو، يبقى هو يساوي الحدث مجردا. فاكرين الراجل اللي كان قلته مثال في محاضرة، الراجل اللي بيروح بيجي المحاضرة من المحلة، فاكرين كان احتمال ان هو يحضر المحاضرة 9 من 10 لو كنت ذاكرته يعني، خلاص كده كان 9 من 10، وقلنا ان في احداث ممكن تأثر فيه، لو في حادثة في الطريق يبقى الاحتمال هيقل، لو بابا جاب له عربيه بقى الاحتمال هيزيد. حصل. طب اقول لكم على حاجه، ما احتمال ان هو يحضر المحاضره بشرط ان الدنيا بتشتي على مدينه نيويورك؟ اسال نفسي، هو الشتاء على مدينه نيويورك ده حدث على فكره، يحصل او ما يحصلش وليه احتمال، ايه هو علاقته بيه؟ هل في بينهم علاقه؟ لا مستقلين. يبقى تساوي احتماليه حضور كان اسمه ايه احمد، يبقى ده احتمال. هو احمد موجود ولا؟ يبقى احتمال احمد زي ما هو اللي هو 9 من 10، فهمتوا؟ يبقى اذا طلبت منك احتمال حاجه بشرط حاجه والحاجه دي ما بتاثرش فيها، كان الشرط مش موجود، تساوي احتمال الحدث نفسه وهي تساوي 4 على 9. فيبقى احنا بنديك مبدا اهو في علم الاحتمالات، ان الشرط اذا كان اندبندنت عن الحدث فلا يؤثر فيه تماما ويساوي الحدث بشكل مجرد. لو حد ليه اي سؤال يسال. طب تعالوا بقى ننتقل لابلكيشن انا كنت مهدت لكم عنه في المحاضره بتاعه الانترودكشن، قلت لك لو عندك مكتب وهتديره ازاي تديره، هل الناس يشتغلوا مستقلين ولا معتمدين؟ فاكرين جه ميعاد المساله بقى اهو. تعالوا نشوف النظريه ديت بتقول ايه. عندنا في نظريه مهمه جدا، النظريه ديت بتقول لك اف اي وبي ار independent events، لو عندك A و B احداث مستقلة زين تستفيد ثلاث حاجات على فكرة. دايما لما واحد يقولك ان عندي A و B مستقلين انت دي اصرفها منين يعني؟ معناها احتمال التقاطع يساوي حاصل الضرب، حدثان مستقلان معناها احتمال التقاطع يساوي حاصل الضرب. طيب لو عندي حدثان مستقلان تستفيد ثلاث حاجات بقى كمان، ان A complement و B complement are independent events كمان، يبقى complement الاول وcomplement التاني مستقلين. احنا قلنا ان احتمال انك حدث انك تجيب امتياز، احتمال انك تجيب امتياز في المادة 95%، الدنيا تشتي على مدينة نيويورك يوم النتيجة مثلا 8 من 10،
طيب انك ما تجيبش امتياز في الماده والدنيا ما تشتيش، يبقوا كمان هم مستقلين. مش انتوا مستقلين؟ يبقى الاثنين كومبلمنت بتاعكم مستقل. مش كده وبس، ده كمان ايه كومبلمنت وبي يكون اندبندنت ايفن. طب وايه كمان؟ وايه وبي كومبلمنت ار اندبندنت ايفن. واثبات الثلاثه دول على فكره شغل سهل جدا. لو انت يعني فاكر العلاقات بس اللي انت درستها في الاعدادي هتقدر تثبت اي واحده من الثلاثه. اصل انا عايز اثبتهم ازاي؟ عايز اثبت ان احتمال التقاطع الاثنين دول بيساوي حصل ضربهم. لو انت طبقت الخطوات اللي انت واخدها بس في ثالثه اعدادي اللي هي بتاعه فين دايجرام والقوانين البسيطه اللي احنا خدناها تقدر تخلص. تعالوا ننتقل بقى للمثال الاخير في الشابتر قبل ما نبدا في هدف محاضره النهارده اللي هو شابتر 3. ده مثال مهم جدا اللي هو اكزامبل 17 صفحه 42. اكزامبل 17 صفحه 42 ده اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده. لو انت عندك مكتب وبتديره وفي ثلاثه مهندسين وجالك مشكله، هل تشغلهم مستقلين كل واحد لوحده ولا تقعدهم مع بعض ويشتغلوا معتمدين على بعض؟ تعالوا نشوف المساله هي عايزه توصلنا لكده. 3 ديزاينر ورك اندبندنت. هو قال لك خلاص انا عندي ثلاث مصممين وهما بيشتغلوا بشكل اندبندنت. يبقى هو في المساله عايز يوصلك هنا ادرس بس حاله الاستقلال وانت هتفهم اللي هو عايزه. ذا بروبابيلتي ذات الفيرست سولف ذا بروبلم، احتمال ان الاول يحل المشكله 6 من 10، الثاني يحل المشكله 7 من 10، الثالث يحل المشكله 75 من 100. وات از ذا بروبابيلتي ذات ذا بروبلم ويل بي سولفد، ما هو احتمال ان المشكله تتحل؟ يرحمكم الله. بص يا سيدي معايا، الموضوع بسيط خالص. انا عندي ثلاث احداث اللي هم ايه وبي وسي، ان يا ده يحل المشكله يا ده يحلها يا ده يحلها. طيب هو انت لما تكون عايز المشكله تتحل يبقى انت عايز ايه؟ عايز ايه يعني؟ ايه اللي يهمك يعني؟ ان واحد فيهم يحلها ولا اي حد؟ طب ما تقول اللي نفسك فيه قول. اي حد اللي هو ايه بقى؟ ها الاول يحلها. كمل انت اللي قلت او، يبقى اتحاد بي اتحاد سي. الاحتمالات هي ببساطة انك تقول بس اللي في نفسك، هتلاقيك كتب رمز حل بقى بس خلاص. يبقى الاول يحلها او التاني او التالت. انا عندي مكتب وعندي ثلاث مهندسين، عايز اي واحد يحل المشكلة. زي بالظبط اعتبروها حاجة بسيطة خالص، اديتكم مسألة في شيت وقلت لكم ثلاث طلاب حلوه، قال لك احنا نشتغل مستقلين. فانا قلت لكم الجروب بتاعكم ده هياخد 10 درجات لو حد فيكم حلها. مش مهم مين اللي حلها بقى، فكل واحد فيكم اشتغل لوحده. يبقى يا ايه حلها او بي او سي. طب الاتحاد ده اجيبه ازاي؟ في قانون الاتحاد ثلاث احداث رخم شويه، بس انا هستغل قانون اسهل منه اللي هي واحد ناقص احتمال الاتحاد كومبلمنت. مش انتوا عارفين الاتحاد كومبلمنت؟ اي حدث واحد ناقص الكومبلمنت بتاعه. طيب هو الكومبلمنت لو دخل على الاتحاد بيعمل فيه ايه؟ ها نسيته؟ يبقى ايه كومبلمنت تقاطع؟ ها بي كومبلمنت تقاطع سي كومبلمنت. طب استفيد ايه بقى؟ ركز معايا. قال لك ان هما الثلاثه ورك اندبندنت. طالما A وبي وسي مستقلين، النظريه اللي قالت اهو لو عندك حدثان مستقلان يبقى الكومبلمنت مستقل. طب انا عندي ثلاثه مستقلين يبقى الكومبلمنت مستقل. طب بما ان الكلام ده اندبندنت ايفنتس يبقى ليك حق تعمل ايه بقى؟ تقول ان التقاطع بيساوي حاصل الضرب. اضرب بقى. طب هي احتمال A كومبلمنت في احتمال B كومبلمنت في احتمال C كومبلمنت. التقاطع ما بيساويش الكلام ده الا بشرط يكون مستقل. يبقى الكلام ده هيساوي واحد ناقص ايه كومبلمنت بكام؟ باربعة من عشرة في ها 7 من 10 كومبلمنت 3 من 10 وهنا 25 من 100. تتوقع الرقم يزيد عن 75 من 100 ولا يقل؟ ده هيزيد ويزيد جدا. شوف الناتج طلع كام؟ 97 من 100. ادارتك للمكتب بتاعك بان هما الثلاثة شغالين مستقلين، حول نسبة المكتب اعلى بكتير من احسن واحد فيهم. وصلك انك تقدر تحل المشكله دي بنسبه 97%. يعني المكتب ده لو جاله 100 مشكله طول السنه واشتغل بفكره الاستقلال ديت، في الاخر هيبقى في ثلاث مشاكل بس اللي ما قدرش يوصل لهم للحل. طيب يبقى انت سيادتك لما تيجي تفتح بقى مكتب اتعلم الحكايه دي، لما يكونوا بيحلوا نفس المشكله يشتغلوا مستقلين. لكن لو المشكله نفسها يعني مشكله تصميم فيها شق مدني وشق معماري وشق ميكانيكي وشق اي تي، لا عند لو عند اربعه قعدهم مع بعض، لانك واحد يمسك جزء وايه ويعمله. يبقى نشتغل جروب لما بنقسم لصاب بروبلمز، لكن نفس البروبلم كلنا بنحلها كده.
عشان كده الطلبه بتتخرج دايما مستواها ضعيف، لان واحد بيحل الشيت والباقي بينقل، وتبقى انت مستغرب في الاخر انا ما بشتغلش ليه، مش لاقي شغل ليه، او انا طالب لمؤاخذه ليه، هو انت عملت حاجه، هو انت طول السنه عمال تنقل الشيتات، ده انت حتى لما بتيجي تقدم في اي حاجه بتروح تشوف واحد زميلك عامل السي في بتاعته وتاخدها تنقلها وتعمل زيها، وانت بتعرف تعمل حاجه؟ ما انت عشان تبقى حاجه لازم تعمل انت بنفسك، اتعلم تعمل بنفسك. عشان كده ده بيعلمنا لما بنشتغل مستقلين بتفرق كتير. انت لو اتعلمت من الكليه دي بس انك تخرج من هنا بتعمل شغلك بشكل مستقل هتشتغل. المساله دي نفسها تكون وصلتكم لكده. طب الراجل اللي بيدير مكتبه ده وفر فلوس قد ايه؟ هقول لك، تعال نقول الراجل اللي خبرته 60% ده بياخد 6000 جنيه. السوق مقتضياته بتقول كل ما خبرتك زادت 10% السالري بتاعك يتضاعف. خبرتك زادت 10% تاخد 12000. طب 75% يعني قول 18، يبقى الراجل ده بيدير المكتب بتاعه بتوتال 36000. تعالوا نشوف هو لو عايز يجيب واحد خبرته 97%، تعرف يعني خبرته 97%؟ يعني الراجل مجهز التربه على يعني خلاص احنا في الفينش، يعني خلاص يعني في منطقه الستينات. عشان توصل، عارف يعني واحد يوصل لخبره 97%؟ يعني كل 100 مشكله اتعرض عليه حل 97، ده يشتغل مكان معيط وزير الماليه. والله هو بيعرف يحل 97 مشكله. المهم نرجع لموضوع، لو جينا هنا 7 من 10، 12 ايه؟ 12 ايه؟ 12000. طيب يبقى 8 من 10 كام؟ 24000. طب 9 من 10 تبقى كام؟ 48000. طب يبقى 97% كام؟ ده ال 100% مثلا اقول في الجوب ديت 97000، يبقى تقريبا بنتكلم في 75000. يبقى انا كده وفرت المبلغ ده كله واشتغلت هنا. على فكره وعندك ميزه تانية انت مش واخد بالك بقى كمان، ايه هي الميزه التانية؟ ان لو الراجل ده تعب او قرر يسيبك، لو عادي يعني، ما ممكن واحد تاني يعرض عليه مبلغ اكتر من ده يقول له تعالى ادي لك 100000، وانتوا امثله كتير معروفه يعني، ده المهندسين اكتر ناس بتعملها. انت شغال في مكان وبتاخد مرتب حلو قوي وجالك 5000 زياده، هو رمضان صبح اتعلم من المهندسين ده، هم اللي ابدعوا الموضوع ده. والله المهندسين ده اول ناس بيعملوه، جاي لي مرتب اكتر اقعد معاك ليه وانا بحبك ولا ايه؟ فيبقى انقل على طول. يبقى انت هنا حتى لو واحد مشي عندك اتنين المكتب هيمشي شويه. ادرس كده لو اتنين مستقلين هتلاقي الناتج مش وحش برضه في منطقه الثمانينات يعني، على ما تجيب التالت وتبدا تظبط نفسك. دي مساله بتعلمكم ليه بعض الناس بتفتح مكتب وبعد فتره بيقفل، لانك اصلا مش متعلم اساسيات الاداره. ده الحاجات اللي انا بقولها ديت الف ب اداره، مش متعلم اساسيات التسويق، مش متعلم اساسيات الفلو المالي، الفلوس تمشي ازاي، تدخل ازاي وتخرج ازاي. الدوره الماليه ديت ليها شغل مهم جدا. فعشان كده عشان تفتح شغل لازم الاول تكون اشتغلت في نفس المجال، تعرف الاساسيات ديت، ثم تبدا تتحرك وتفتح البيزنس الايه الخاص بيك. لو حد ليه سؤال في المساله يسال. هي مساله من المسائل السهله كحل، لكن هي عميقه شويه في المفهوم بتاعها. تعالوا ننتقل بقى لشابتر 3، بس لو حد ليه سؤال اجاوب الاول. حد لو هم هيشتغلوا بشكل معتمد يعني اندبندنت كونديشنال على بعض، فالمستوى بتاعهم لن يزيد عن الاعلى اللي هو 75%. اصل دايما قاعده ان احنا نقعد نشتغل مع بعض هي فكرتها في كاننا عاملين اجتماع كده. ففي الاجتماع هنعمل ايه؟ الراجل اللي هو مستواه 60% شيء طبيعي هيقف معاه حاجات، اي حاجه تقف معاه هيسال الاعلى منه او التاني، فيبقى دايما ليميتد بمستواه. يعني بص انت من الاخر كده لو جايب شيتو بتنقله، هل اتوقع انا كدكتور ان الطالب اللي انت ناقل منه لو غلطان مسالتين انت تكون حالل واحده منهم صح؟ اخرك ايه؟ اخرك ان انت وانت بتنقل كمان جايز تنقل حاجه غلط. ما ساعات بيبقى طالب لا مؤاخذه يعني ايه بينقل التسعه ومش واخد باله تسعه ومكتبها جي، ما احنا بنعرف ان هو ناقلها ازاي. ساعات هو بينقل حاجه هو مش عارف هو بينقل ايه، ده اكتب وخلاص يا عم يلا عشان نسلم كده يعني. تعالوا ننتقل بقى لشابتر 3 اللي هو الراندوم فاريبل.
هنلاقي يا شباب بعد كده عندكم اللينك بتاع الكتاب، سواء تدخلوا عن طريق اللينك اللي جالك على الايميل او تدخلوا عن طريق مقرراتي. في بعضكم اظن فاهم الموضوع، ان انت ما بتدخل تسجل فيه ثلاث شروط فوق، تضغط مقرراتي هتلاقي كتاب، هتلاقي شابتر 3 نزل، شابتر 3 موجود معاك، هو 20 صفحه باذن الله. بعد محاضره النهارده الشيت فيه تقريبا 15 مساله، لا 10، تقدر تحل اربعه، اول اربعه باذن الله بعد محاضره النهارده، والمحاضره القادمه تقدر باذن الله يا رب المحاضره القادمه تبقى اول يوم في رمضان، كل سنه طيبين، فهتبقى نقدر نخلص فيها الشابتر. ربنا ييسر بقى ما نشوف الكليه، اكيد المواعيد هتبقى زي السنه اللي فاتت، هنعرفها كلنا يعني. الشابتر ده اسهل بكتير من الشابتر اللي فات. احنا بنعتبر الطالب اللي قدر يوصل للمرحله ديت بعد ما خدنا الجزء بتاع الانترودكشن، هو طبعا مش كل الانترودكشن معناه ان كلام بالنسبه لك انت عارفه، لا، في حاجات احنا قلناها بالنسبه لك كانت جديده. الشابتر ده هنبدا نبلور بقى ايه شويه خواص من اللي خدناها، ونطلع بقى زي ما بيقولوا للدور اللي فوق. احنا خلصنا الدور الارضي في علم الاحتمالات، نطلع بقى للدور الاول. تعالوا لي بقى في الدور الاول علمي، تعالوا نشوف الموضوع ده بيقول ايه. اول مصطلح لازم تعرفه بعد الانترودكشن اللي احنا خدناها ديت، يعني ايه راندوم فاريبل. راندوم فاريبل يعني المتغير عشوائي. المتغير عشوائي فيه منه نوعين، النوع الاول اسمه الديسكريت، الديسكريت راندوم فاريبل، وفي نوع تاني ده موضوع محاضرة قادمة، الكونتينوس راندوم فاريبل. يبقى فيه المتغير عشوائي المتقطع والمتغير عشوائي الايه المتصل. المتغير عشوائي سواء المتقطع او المتصل هشرحه لك في 7 نقط، يعني اول ما اخلص ال7 نقط دول ده شرح وافي للموضوع، خلاص كده. فركزوا معايا تفهموا ال7 نقط، وانا بشرح ال7 نقط في الجزء على السبوره هنا وهنا مش هتبقى مستوعب كل النقط، فعشان تقدر تفهمني وانا شغال هكتب مثال هنا، لما الاقيك مش فاهم هشغل لك المثال عشان تستوعب انا بقول ايه، بس مثال بسيط جدا. تعالوا نشوف ايه الديسكريت راندوم فاريبل ده. اول حاجه، الديسكريت راندوم فاريبل از ديفايند، اللي هو المتقطع يعني، ديفايند اوفر سام بوينتس، معرف على مجموعه من النقط. طب ماشي، يعني متقطع يبقى نقط. طب التاني بقى ايه اللي لسه هناخده المحاضره الجايه، كونتينوس معرف على انترفلز، يبقى التاني ده معرف على فترات لكن ده معرف على نقط بس. طيب ايه هو الديسكريت راندوم فاريبل؟ الديسكريت راندوم فاريبل المفاجاه اللي ليه ان هو داله، المتغير العشوائي المتقطع داله. فاول ما نقول كلمه داله لازم سيادتك تقول لي ايه، في دومين وفي ايه رينج. طيب داله مثلا زي واي بتساوي اكس تربيع، الدومين بتاعها جميع قيم اكس ار. طب والرينج بتاعها واي بتساوي اكس تربيع، الرينج من صفر ما لا نهايه، برافو عليك. لكن هنا بقى الداله ديت غريبه شويه، الديسكريت راندوم فاريبل از ا فانكشن اتس دومين، الدومين بتاعها از الاوت كامز اللي بتنتمي للسامبل سبيس. الاوت كامز اللي موجوده في السامبل سبيس في التجربه هي دي الدومين، ودي المشكله اللي مواجهانا، ان انا عندي ايه بقى، يعني في الحاله دي دومين يعني مش اكس، مش اعداد، ده الدومين ده ممكن يكون مثلا كره حمراء، يكون اي حاجه، انك تنجح في ماده، يعني الدومين هنا حاجه غريبه جدا. تدي له الاوت كامز بتاعه السامبل سبيس اند its range is real number، بتطرع لك في الاخر ايه real number. مش فاهمين؟ تعالوا نشوف يا سيدي تجربه. لازم في الديسكريت راندوم فاريبل اعرف لك التجربه الاول. توس وان كوين توايس، عندنا رمينا عمله معدنيه مرتين. المتغير عشوائي اكس، على فكره دايما الديسكريت راندوم فاريبل هندي له مثلا سيمبل وليكن اكس، مثلا اكس كابتن، اكس بعرفها بقى اهو، هي عباره عن ايه؟ النمبر اوف هيدز، عدد الهيدز بس. يلا يا سيدي حل معايا بقى. اول خطوه تكتب السامبل سبيس، انسى خالص ان في متغير عشوائي، ادرس الاول الايه؟ السامبل سبيس. لو واحد رمى عمله معدنيه مرتين، ها؟ يبقى السامبل سبيس يساوي ايه؟ اتش اتش، ها؟ وايه كمان؟ واتش تي، وايه كمان؟ وتي اتش وتي تي، في حاجه خمسه؟ هم 4 معروفين. ايه بقى حكايه الاكس ديت؟
الاكس هي ببساطه انك تاخد كل اوت كام تدخله على الرول بتاعه المتغير العشوائي تطلع عدد. هو حاطط لك رول حولها لعدد بيقول لك النمبر اوف هيدز. هنا النمبر اوف هيدز كام؟ 2. طب وهنا كام؟ 1. وهنا 1 وهنا 0. تقوم تكتب الاكس بقى، الاكس يا 0 يا 1 يا 2، يبقى الاكس 0 1 2، يبقى انت دخلت لها اوت كامز طلعت لك اعداد بس خلاص هي دي. طب يتبقى بقى هل لكل تجربه في متغير عشوائي واحد؟ لا، التجربه ديت ده السامبل سبيس اهو. طب المتغير العشوائي في عدد لا نهائي، ممكن اقول لك النمبر اوف هيدز، ممكن اقول النمبر اوف تيل، ممكن اقول لك النمبر اوف هيد ماينس النمبر اوف تيل، يعني ده ناقص ده. طب لو قلنا النمبر اوف هيد ماينس النمبر اوف تيل يبقى 2 ناقص 0 ب 2، 1 ناقص 1 ب 0، 1 ناقص 1 ب 0، 0 ناقص 2 بسالب 2، فهمتوا؟ يبقى تاخد كام حاله؟ 2 و0 وسالب 2. يبقى المتغير العشوائي ليه قاعده، طبقها على كل اوت كام تتحول لشويه اعداد اكتبهم. يبقى احنا كده تخطينا اول نقطه، ان الديسكريت راندوم فاريبل معرف على نقط اهو يا استاذ، 0 و1 و2. طيب هو داله الدومين بتاعها الاوت كامز اهو قدام عينك اهو، الدومين هو الاوت كامز. طب والرينج هو ريال نمبر اهو، ريال نمبر. مفهومه كده اول نقطه؟ ننتقل بقى على النقطه الثانيه. هو الحقيقه ان الثلاث نقط الاولانيين عندنا هنا او اول اربعه منهم في عندنا ثلاث دوال عايزين نعرفها. عرفنا الداله الاولى، ننتقل للداله الثانيه بقى. الداله الثانيه اسمها البروبابيليتي، البروبابيليتي دينستي، بروبابيليتي دينستي فانكشن. بالنسبه للبروبابيليتي دينستي فانكشن ليها رمزين، يتسميها اف سمول اوف اكس او بي اوف اكس. بي اوف اكس طبعا لانها داله احتماليه بروبابيليتي، وتسميها اف سمول لان في داله ثانيه لسه هتيجي نسميها اف كابيتال عشان ما نلخبطش الدنيا. طب الداله الاحتماليه دي هي ايه؟ سهله خالص. شوف الداله الاحتماليه بتساوي ايه؟ البي اوف اكس بتساوي ها بي اي لما الاكس بتساوي اكس اي وبتساوي زيرو اذروايز. الداله دي حلوه قوي، عارفين بتعمل ايه؟ بتاخد الخارج بتاع الداله الاولى اللي هي الاكسات دهيت وتجيب احتمالات بس، والله بتعمل حاجه غير كده. يبقى الداله دي بتعمل ايه؟ بتاخد الاكسات اللي انت جبتها من فوق، مش احنا قلنا ريال نمبر؟ الريال نمبر دهيت هي الاكسات دهيت وتجيب احتمالات. طب الاكسات عندك اللي مش معرفه لو ما فيش يبقى هي بصفر على طول ما لهاش احتمال. يعني فاهمها لنا على المثال ده، سهله خالص اهو. بص معايا كده يا استاذ، تعال نقول مثلا ادي اكس وادي بي اوف اكس. الاكس طلعت بكام؟ بصفر وواحد واثنين. خليك معايا بس مركز لو سمحت. الاكس طلعت بصفر وواحد واثنين. طب الاحتمال، الاحتمال عندي احتمال الصفر بكام؟ الصفر اهو ظهر مره واحده يبقى احتمالها ربع بس كده. طب الواحد ظهر كم مره؟ مرتين يبقى 2 على 4. طب والاثنين كم مره؟ مره واحده يبقى ربع بس كده خلاص. على فكره دي كده الداله الاحتماليه. امال ايه حكايه زيرو اذر وايز دي؟ يعني يا سيدي بنقول لك هي ليها ثلاث احتمالات عند الصفر والواحد والاثنين، اي حاجه غيرهم الاحتمال بصفر. يعني واحد بيهزر معاك ويقول لك الداله الاحتماليه عند الواحد ونص بكام؟ يعني اشتمه؟ هقول له في عمله معدنيه لما ارمي اثنين يطلع هيد ونص؟ ما احنا في الاحتمالات قلنا ما بنشتمش حد. يبقى هي الفكره ايه ببساطه؟ ان هي الاحتمال ده عمره ما يحصل، وبالتالي يبقى ده حدث مستحيل يبقى بصفر، يبقى الاحتمال بتاعه بكام؟ بصفر. يبقى انا عندي ثلاث حالات بس. نيجي الرقم ثلاثه. انا قلت لك هشرح لك في سبع نقط، فاحنا دلوقتي خلصنا النقطه الاولى والثانيه وداخلين على الثالثه. النقطه الثالثه ديت اللي انا بقول لك اذا ما اتحققتش معاك في الامتحان اللي جاي ما تعملوش. ما بني على باطل فهو باطل، بتضيع وقتك على الفاضي. فما تضيعش وقتك على الفاضي، لازم مجموع الاحتمالات يكون بواحد. سميشن بي اوف اكس اي من الاي بتساوي واحد لغايه ان لازم تكون بتساوي واحد. تعالوا نتاكد كده. السميشن اهو، لو عملنا السميشن ربع وربع وربعين بواحد خلاص حل. طب لو ما كانش بواحد راجع بس بالراحه، ممكن يكونوا مثلا هم 16 حاجه، انت نسيت واحده، زودت واحده، واحده خدتها هنا وهنا، فهمت قصدي؟ يعني حسبتها هنا مره وهنا مره، عشان بس ما يبقاش كل اللي جاي غلط، اتاكد من السميشن ده. هقف عند النقطة الثالثة وأقول لو حد ليه سؤال يسأل. مش عارف لغاية دلوقتي هل الأمور واضحة ولا لا؟ قلت لكم الشابتر ده سهل جدا. طيب بما إنه سهل جدا إحنا بس هننقل أربعة وهنضطر نرجع تاني هنا، فالراجل بقى اللي بيصور معلش هنتعبه شوية. تعالوا نروح للنقطة رقم أربعة. النقطة رقم أربعة اللي هي الكوميوليتيف، الكوميوليتيف ديستريبيوشن، ديستريبيوشن فانكشن. الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن
اللي هي اسمها الداله التوزيعيه التجمعيه، ويكتفي تقول الداله التجمعيه والسيمبل بتاعها اف كابيتال. طيب اف كابيتال اوف اكس، ها اف كابيتال اوف اكس بتساوي ايه؟ اف كابيتال اوف اكس بتساوي، خلينا نعمل دي اكس سمول عشان ما تلخبطش، اه اكس سمول ماشي، دي هتساوي سميشن البي اوف اكس اي، طول ما الاكس اي اقل من او يساوي اكس سمول. يعني الداله التجمعيه بتجمع احتمالات عند النقطه وما قبلها، جمع كل الاحتمالات السابقه. مش فاهمين؟ ركز معايا، اضطر نرجع للمثال. لو جينا نرجع للمثال فهكتب هنا اف كابيتال، ها لو جينا الاف كابيتال كده ركز معايا لو سمحت، الداله التجمعيه عند الصفر بكام؟ تجيب الاحتمال عندها، لان القانون فيه يساوي هناك لو انت واخد بالك، اكس اي اقل من او يساوي اكس. طيب يبقى تجيب الاحتمال عندها وما قبلها، الاحتمال عندها بربع، واجمع كل اللي قبله يبقى هي ربع. طب الداله التجمعيه عند الواحد، ها عند الواحد الاحتمال عندها ب 2 4 وتجمع كل اللي قبله يبقى 3 4. طب الداله التجمعيه عند الاثنين هتبقى ربع، واجمع كل اللي قبله يطلع بواحد. طبعا مفيش حاجه اسمها سميشن للداله التجمعيه. انت بيتهيألك على فكره حاجه وهي مش صحيح، ان انا هل ينفع اسالك على الداله التجمعيه ما بين النقط؟ اه ينفع، هنا بقى ينفع، غير الداله الاحتماليه ما بين النقط هي بصفر. خلي بالك قلت لك الداله التجمعيه عند 1 و2 من 10، مين يعرف يجاوب؟ احسب الاحتمال عندها واجمع اللي قبلها. عند الواحد واتنين من عشرة مفيش، طب ما تجمع اللي قبلها يبقى كام؟ 3 4. يبقى 1 و2 من 10، يبقى دي معانا ودي معانا، يبقى بتساوي 3 4. مش عارف تفهمين ولا لا؟ طب اسألكوا السؤال الاخير عشان اتأكد انتوا فاهمين. الدالة التجمعية عند سالب 7 من 10، صفر، برافو عليك. عند سالب 7 من 10 مفيش حاجة قبلها اصلا، ولا عندها في حاجة ولا قبلها في حاجة، وبالتالي يبقى الدالة التجمعية هنا بصفر. يبقى الدالة التجمعية هي ببساطة بتجمع احتمالات عند النقطة وما قبلها. كده عرفنا ثلاث دوال، اقولهم لكم بسرعة. الديسكريت راندوم فاريبل بيحول الاوت كامز الى ريال نمبر، الدالة التانية لذيذة قوي، تاخد الخارج اللي طلع وتجيب له احتمالاته، دي الدالة الاحتمالية. الدالة التجمعية تعمل ايه؟ تجمع الاحتمالات عند النقطة وما قبلها. طب ايه رأيكم بقى كمان ان ده الجزء الصعب اللي في الموضوع؟ ده اللي جاي كله سهل، كلام بسيط جدا. اتفضل. فين الثلاثة أربعة والربع؟ هو أنت لما بتيجي تجمع بتجمع الدالة التجمعية ولا الدالة الاحتمالية؟ بص للقانون، قانون بجمع الدالة الاحتمالية. أنا كده كنت بعمل عند الصفر وعند الواحد وعند الاثنين، لكن عند الواحد 2 من 10 مالكش دعوة بقى، ده اقف هنا واجمع اللي قبلها. معايا يا باشمهندس؟ تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده خواص الدالة التجمعية، هنخليه بإذن الله المحاضرة القادمة. تعالوا نروح للنقطة رقم 5. انتوا عندكم المحاضرة القادمة هتبقى في رمضان. طيب استنوا بقى انا اقول لكم الخواص بتاعتها بالمرة عشان نبقى ايه البروبرتس بتاعتها. الخاصية رقم 1 ان لو عندي ايه اصغر من او يساوي بي، يبقى اوتوماتيك الدالة التجمعية عند البي عند الـ A أقل من أو يساوي الدالة التجمعية عند الـ B. بيقول لك إيه؟ لو عندك قيمة أقل من قيمة يبقى الدالة التجمعية عندها لازم أقل من أو يساوي. طالما أنت اتحركت على محور X في اتجاه اليمين لازم الدالة التجمعية بتزيد، لأن أنا بجمع. وبجمع إيه؟ بجمع احتمالات. اللي بيجمع احتمالات ده شباب، مش الاحتمالات موجبة؟ فلازم يكون بيزيد. يبقى الخاصية ديت لازم تكون عرفت. الخاصية رقم 2 ان الدالة التجمعية عند السالب ما لا نهاية تساوي، ما انا بجمع احتمالات، انت عند السالب ما لا نهاية مفيش حاجة واللي قبلها مفيش، في حاجة قبل السالب ما لا نهاية، يبقى دي بصفر. الخاصية الثالثة الدالة التجمعية عند ما لا نهاية نفسها بكام؟ ليه لازم تكون بواحد؟ لان انت عند ما لا نهاية تجمع كل الاحتمالات، فمجموع الاحتمالات اصلا في خاصية خدناها ان مجموع الاحتمالات بواحد اصلا، وبالتالي يبقى دايما الدالة التجمعية عند السالب ما لا نهاية بصفر وعند ما لا نهاية بتساوي 1. طيب تعالوا ننتقل بقى، خلي بالك انا قلت 1 2 3 4 فجايز تتلخبط وخليها اي عشان الترقيم الاساسي ما يبص معاك، وده دبل اي وده تريبل اي. تعالوا ننتقل بقى للخاصية رقم 5 او البوينت رقم 5 في الشرح، ودي بنسميها المين، بين قوسين الاكسبكتيشن، الاكسبكتيشن اوف ديسكريت راندوم فاريبل. بص معايا يا استاذ،
بنسميه المتوسط او التوقع. واول ما تبقى انت عارف عايز تاخد الاعلاميين كتروا قوي وانتشروا في كل حته حتى في القنوات الحكوميه، وللاسف بقى بيتم استضافه ناس كتير ليست على علم ولا دراسه ولا دراية ولا يعرف اي حاجه، انت تعرفه منين من الاول؟ اول ما واحد يسال واحد يقول له توقع تلاقيه حط رجل على رجل وضرب السيجار في بقه. هو بتعرفها ازاي؟ حط يعني رجل على رجل ورجع لورا كده عمل زي فريد الديب الله يرحمه، يعني حاسسك ان هو يقول بقى فريد الديب كان راجل علامه في القانون يعني بغض النظر عن هو بيدافع عن مين. لما نيجي هنا ويقول لك توقع، توقع هو المتوسط. يعني ما اقول لك توقع زميلك احمد هيجيب في الماده دي امتياز ولا لا، احمد ده حبيبي، حبيبي احمد والله احنا قاعدين بنذاكر مع بعض في المدينه، لا هي مش كده والله ما هي كده خالص، ده هي الموضوع ببساطه انك ترجع تلاقي احمد درس لغايه الوقت في الكليه اربع ترمات مثلا ب 20 ماده، صح كده يا اولاد؟ مثلا جايب في كام ماده امتياز؟ اربعه، يبقى الراجل ده احتمال ان يجيب امتياز في ماده 20%. خلصت. توقع هو المتوسط، ما تقوليش بقى التوقع هو ايه. تتوقع مثلا ان صن داونز ياخد دوري ابطال افريقيا السنه دي، نجيب خد الدوري ابطال افريقيا كام مره؟ مره. طب لعب كام مره؟ لعب 20، يبقى احتمال ان ياخدها 5%، صح ولا لا؟ طب احتمال ان الاهلي ياخدها؟ لا كتير. يلا تعال نرجع بقى الموضوع المين او المتوسط. خلي بالك التوقع حاجه، التوقع حاجه، وان انت تقعد تتكلم بقى في امور فنيه ملناش دعوه بيها الوقت. المتوسط بيساوي اكسبكتيشن اكس، واكسبكتيشن اكس بتساوي سميشن اكس في الاحتمال. على فكره سهله يا باشمهندس، عارف الجدول اللي هناك ده؟ الجدول اللي هناك ده هتعمل ايه؟ هتضرب كل اكس في احتمالها وتجمع بس. صفر في ربع بصفر، ودي في دي بنص، ودي في دي بنص، نص زائد نص بواحد. التوقع هنا ان المتغير عشوائي ده اللي هو النمبر اوف هيدز، التوقع او المتوسط بتاعه بيساوي واحد. يبقى دي كده الفكره. طيب ده كده المتوسط، باقي لنا بس نقطتين، نقطه اسمها الفاريانس. والفاريانس دي مرت عليكم قبل كده. الفاريانس اوف ديسكريت راندوم فاريبل. اللي بنسميه في اوف اكس. طب السؤال ليكوا، يعني ايه فاريانس؟ ده بيثبت اللي مش عارف يعني ايه فيكوا فاريانس، ده بيثبت ان انتوا طلبه مش عايز تتعلم. لان انا طلبت منكوا تقرير الداتا تريتمنت، احد الحاجات اللي انت كاتبها بايدك وانت بتنقلها من زميلك الفاريانس. طب هو يعني ايه بالعربي؟ اسمه ايه بقى بالعربي؟ تشتت. الفاريانس اللي هو التشتت، يعني ايه تشتت؟ اهو يا بنتي وسعت لك، انت عايزه بس تنقلي ايه؟ ديت ميو اكس بتساوي اكسبكتيشن اكس، اي اوف اكس اللي هي سبميشن اكس في الاحتمال. خلاص كده؟ ترجعنا لديت هي مش في الفاريانس يعني. طب يلا. لا مجموع الاحتمالات هو اللي بواحد. اللي شيل الاكس دي مجموع الاحتمالات هو بواحد، لكن سميشن اكس في اوف اكس مش بواحد. وفي مساله هحلها لك النهارده هيطلع مش بواحد. ممكن يطلع على فكره اكبر من الواحد وممكن يطلع اقل من الواحد. مفيش فيها مشكله. ده انا هقول لك على حاجه، ده ممكن يطلع سالب. ليه بقى؟ لان قيم اكس ممكن تبقى الاحتمالات لا يمكن تكون سالب دي، لكن الاكسات تبقى سالب. افرض انا قلت لك مثلا، عارف ممكن اعرف لك المتغير عشوائي ايه؟ ماينس النمبر اوف هيد. عارف يعني ايه ماينس النمبر اوف هيد؟ يعني صفر وسالب واحد وسالب اثنين. فلما واحد يضرب صفر وسالب واحد وسالب اثنين في الاحتمالات هتطلع كام؟ لو نفس المساله دي تطلع سالب واحد، يبقى المتوسط سالب واحد. مفيش مشكله، المتوسط ممكن يكون موجب او سالب او صفر. نرجع بقى للفاريانس، هربتوا انتوا بقى من السؤال. يعني ايه التشتت؟ هي بس الفكره في التشتت، نفسي تعرفوا الفيزيكال مينينج بتاعه. عندي فيه ثلاث قرايات وثلاث قرايات، 4 5 6 متوسطهم كام؟ 5. طب 1 5 9 متوسطهم 5 برضه. الله، المتوسط هنا 5 وهنا 5، بس ايه الفرق بين المجموعه دي والمجموعه دي؟ ان المجموعه دي قريبه من الخمسه، يعني ايه متمركزه كده حواليه، يبقى الفاريانس بتاعها صغير. طب 1 5 9 متشتته عن المتوسط، يبقى الفاريانس بتاعها كبير. يبقى كل ما كان الفاريانس كبير بيديني انطباع ان القرايات متباعده عن المتوسط، وكل ما كان الفاريانس صغير تكون قريبه. لما طلبت منك تعمل التقرير كان نفسي تعمله بضمير وبامانه، لانك لما هتتخرج ده هيبين ضميرك وامانتك. للاسف انت قررت تنقل وما تتعلمش حاجه، فده مقياس ليك ومعيار ليك يفهمك انك مش عايز تتعلم. امتى تعرف انك عايز تتعلم؟ اذا طلب منك شيء
حاول تتعلمه. يعني انا احد الحوارات اللي كانت بتدور بيني وبين بنت امبارح وهي بتدرس ماده البرمجه في ليفل زيرو، ان هي بتحل تقرير حاجه معينه، فحلت سالتني في حاجه فحلتها، فبتنقل على اللي بعدها. قلت لها انت لسه ما فهمتيش. قالت لي يعني؟ قلت لها والله ما فهمت. كومبايلر لو انا عايز اكتب عليه باي اكتبها ازاي؟ قالت لي والله الاول بتاع الدفعه اللي قبلنا كاتبها 3.14. قلت لها لا، هي ليها طريقه بتتكتب. طب انت عملت كذا في الكود، الكود اللي انت عاملاه ده في حاجه تانية تتعمل، اللي انت عاملاه صح وهتاخد الدرجه. انا لسه ما فهمتيش. نفسي تستوعبه كده، في فرق انك تعمل حاجه وتبقى فهمتها وانك تنقل حاجه. نرجع لموضوعنا، الفاريانس يساوي، ركز على المصطلحات لان المصطلحات دي هتفيدك في المستقبل والله. اوعى تستهمل اي حاجه هتتعلمها ولو صغيره، والله هتفرق معاك بعد ما تتخرج. الفاريانس بيساوي اكسبكتيشن اكس تربيع ناقص المتوسط الكل تربيع. نقف هنا بقى. المتوسط يا دكتور ايمن ما انا هكون جبته من هنا، خلاص ماشي. طب الاكسبكتيشن اكس تربيع اجيبه منين؟ اهو قانون اهو يا سيدي، اكسبكتيشن اكس تربيع بيساوي سميشن اكس تربيع في الاحتمال. بص يا استاذ، قانون الاكسبكتيشن او التوقع هو ايه؟ ان تضرب الكميه اللي انت عايز تجيب لها توقع في احتمال بس، لا ولا اكتر ولا اقل. يبقى هي سميشن اكس تربيع في الاحتمال، اكسبكتيشن احمد سميشن احمد في الاحتمال، بس كده خلص الموضوع. يبقى الفاريانس بيجي المتوسط عندك انت جبته وتستخدم الحكايه دي. طب اجيب ازاي سميشن اكس تربيع في الاحتمال؟ مش انت عندك صف اسمه اكس، ربعه واضرب في الاحتمال واجمع يطلع هو الرقم ده. الحاجه الاخرانيه خالص اللي هي اسمها الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن اسمه سيجما اكس. ايه حكايه سيجما اكس؟ سيجما اكس هي جذر الفاريانس. وعلى فكره الستاندرد ديفيجن السنس بتاعها هو نفس السنس بتاع الفاريانس، كل ما كانت صغيره فده يدل دايما، يعني يدل دايما ان احنا قريبين من المتوسط، كل ما كبرت يبقى احنا متباعدين على المتوسط. في حاجه بس مهمه جدا، الفاريانس لو طلع معاك سالب معناه ايه؟ معناه ان معاك صفر، حافظ عليه. الفاريانس لا يمكن يطلع بالسالب، مع ان هو طرح كميتين، وطرح كميتين وارد ان تبقى دي الاكبر، لا يمكن دي تكون اكبر من دي. فالفاريانس دايما اكبر من او يساوي الصفر. اذا طلع معاك الفاريانس اكبر من او يساوي الصفر هتحرج الستاندرد ديفيجن، هتطلع تخيلي، والاحتمالات هنا ما عندناش كومبلكس نمبر فيه، ما عندناش في الشابتر ده كومبلكس نمبر. يبقى لازم الفاريانس يطلع موجب. المتوسط ممكن يطلع موجب او سالب او صفر حسب قيم المتغير العشوائي. وطبعا الستاندرد ديفيجن استحاله يطلع سالب، هيطلع منين ده؟ هي جذر، موجب جذر الفاريانس. دول اللي قدام سيادتك على السبوره، ده شرح وافي ليعني ايه ديسكريت راندوم فاريبل. لو ذاكرت الكلام ده يبقى سيادتك مش محتاج ورق الدروس اللي انت بتروح تشتريه. بريحك اهو، بحاول اوفر عليك، بس انت بتبقى دماغك رابطه انك عايز تاخد المعلومه بشكل غلط، براحتك. بعد ديت هحل لكم مساله واحده واجيب لكم كل المطالب ديت في مساله واحده عشان تبقوا اتعلمتوا الموضوع باذن الله. معاكم دقيقه بريك ونبدا في المساله. والوقت فيه بركه.